وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من غازي عنتاب الكاتب والمحلل السياسي حافظ قرغوطة. أهلا ومرحبا بك أستاذ حافظ. بداية، مع استمرار عمليات رد الطغيان التي أطلقها الثوار في إدلب، كيف تقيم مسارها حتى الآن؟ تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. يعني صعب تقييمها، ما زالت الأمور منذ أن بدأت المعارك الأولى بين أخذ وعطاء. دائما هذه الجبهات يعني يحصل فيها تقدم وتراجع، وبجميع الأحوال هي مؤشر بأنه إذا الفصائل امتلكت جزء من قرارها تستطيع على الأقل الصمود، إذا لم نقل التقدم، مع أنها تقدمت خلال ساعات قليلة أو خلال يعني تقريبا يوم على مناطق واسعة في تلك المناطق خلال الأيام الماضية. هي اللي استلزمت النظام فترة طويلة من القتال للوصول إلى هي خلال ساعات تردى من النظام. هذا دليل بأنه النظام منهك، والدليل بأنه أصلا ما عاد عنده عناصر عددية على الأرض. أول شيء كثير الشباب تركت الخدمة العسكرية وقربت، نحن ما نقدر نوصلنا قريب 7 سنوات، فأجيال كثيرة يعني ابتعدت عن مساحة القتال، لأنه هذا القتال ما عاد يعنيها بالنسبة للنظام. واضح بأنه عم يقاتل بهامش لحفاظ على كرسي بشار الأسد كثير شباب من بقية مناطق مؤيدة له. والآن هذه المناطق في إدلب هي حقيقة مؤشرا أيضا على أنه يعني جبهة النصرة اللي أخذت على عاتقها كثير، أخذت سلاح من بقية الفصائل سابقا، واعتبرت حالة بأنه يعني غيرت اسمها لهيئة تحرير الشام، أنه هي مدافعة عن حق السوريين، أثبتت بأنه هي يعني جزء أصلا من داعش بطريقة تسليم والاستلام لبعض المناطق. لكن الجيش الحر لما عاد وقاتل بهذه المناطق في مناطق إدلب قدر يستعيد زمام المبادرة. وهذه بذكر فيها مشاهديكم بأنه بال 2013 كان الجيش الحر مسيطر على نحو 75% تقريبا من مساحة الأراضي السورية، لحتى إجا تنظيم داعش والنصرة. طيب، لا، لكن في المقابل هناك أنباء عن تقدم قوات النظام بغطاء جوي روسي باتجاه مطار أبو الظهور. ما الأهمية الاستراتيجية لهذا المطار؟ يعني أول شيء أهمية معنوية بالنسبة له، وعنده مطارات بديلة كثير ما في شك قادر يستعملها، والطيران عم يحوم فوق كل سوريا، والروس بالنسبة له عم يطلعوا من البحر يعني من شواطئ سوريا. أول شيء حالة معنوية له أنه قدر يحصل على هذا المطار بعد فترة طويلة موجود كان خارج نطاق سيطرته، لا يعطي دعم معنوي لعناصره وحضنته. وثاني شيء هي منطقة عسكرية بشكل عام، يعني مكان قد يسهل عليه الطيران إذا رجع استخدمه في أكثر من منطقة بالذات يعني بوسط سوريا عمليا، يعني إذا بدنا نقول بين حما وإدلب وحتى بوصولا لبعض ريف حمص، بالإضافة طبعا باتجاه الشمال السوري. جميع الأحوال يعني هي حالة معنوية ضمن أكثر ما هي حالة عسكرية وصول حتى لهذا المطار. طيب، واشنطن قررت تخفيض تمثيلها في مفاوضات أستانا مع انتقاد شديد لمؤتمر سوتشي المزمع عقده نهاية الشهر الحالي. كيف ترى الموقف الأمريكي من الأزمة السورية؟ يعني للأسف ما زال يعني كنا ننتظر من الأمريكيين يكونوا موقفهم أكثر جدية وحازم والالتزام بتصريحاتهم أو بميثاق الديمقراطية العالمي اللي معتقدين حالهم أنه هن عم يدافعوا عنه، وبيتهموا الروس وغيرهم بأنه عم يدعموا أنظمة ديكتاتورية. لكن المزل نلاحظ أنه يعني في منطقة الشرق الأوسط بداية من العراق وليس انتهاء سوريا طبعا مرورا حتى الى لبنان، يعني اذا اكتفوا الامريكان بالتصريحات الاعلاميه التي لا تغني ولا تسمن وهي على الارض لا شيء، هذه التصريحات يعني حتى عندما يستعملون حرف السين وانا معروف باللغه العربيه يعني سوف او سنعتقد او كذا، هي تسويف للوقت. يعني وماذا يعني ان خفضوا تمثيلهم باستانا؟ هل سيفشل استانا؟ الهدف واضح هو في العاصمه دمشق أن يخرج الأمريكان ويضرب يدهم على الطاولة ويقول بشار الأسد كما فعلوا في لبنان وجعلوه يغادر بعد 29 سنة احتلال الجيش السوري للبنان، غادر مباشرة بقرار خلال 24 ساعة كان متخذ قرار في دولة كان من الصعب أن يرحل عنها نظام الأسد لأنه كانت خزان مالي له على الأقل وللتهريب. بجميع الأحوال أعتقد أن الأمريكان حتى الآن ليس لديهم استراتيجية واضحة، يكتفون بالتصريحات والتلميحات والتبريرات. طيب، وإعطاء الأمال، لكن بالنتيجة هو هذا الكلام الذي تفضلت وسألت عنه، لا يوجد حل في المنطقة مهما فعل الروس. طيب، كان في أستانا أو سوتشي أو غيرها إلا بضوء أخضر أمريكي في نهاية المطاف. طيب، فيما يخص التدخل الأمريكي في سوريا، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صرح أن الذين يريدون إنشاء دولة في شمال سوريا سيرون منا ما يلزم. برأيكم إلى أين ستذهب العلاقات التركية الأمريكية؟
يعني هذا مستواها أظن، يعني حتى عندما توترت في الأشهر الماضية بقيت محافظة على هذا المستوى، يعني عندما ألغوا التأشيرة بين البلدين وطبعا وقفوا أو حجم التبادل العسكري بشكل أو بآخر حتى في بعض المواقع التابعة لحلف الأطلس التي تستعملها الولايات المتحدة في تركيا، أعتقد بالأمريكان يدركون المساحة الجغرافية الهائلة لتركيا وهي مربط بين قارة أوروبا وآسيا، ويعتقدون بأن هذه، أعتقد أن الغرب كله كان الأوروبيين أو الأمريكان يعرفون مدى أهمية الامتداد الجغرافي حتى بالنسبة لامتدادها إلى شمال تركيا، بما معنى أن ليس فقط جوار البحر الأسود أيضا جاه العمق الآخر بعد نهاية سلسلة الأناضول. أعتقد بأنه الأمريكان مهما فعلوا سيحافظون على العلاقة مع تركيا لأجل مصالحهم، وهم يدركون أن مصالحهم في الشرق الأوسط ترتبط بتركيا. من غازي عنتاب الكاتب والمحلل السياسي السوري السيد حافظ قراقوط، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.